الله معكم. بالميلاد في ألوان طاغية. أولاً اللون الأحمر، كتار بيسألوا ليش اللون الأحمر طاغي بعيد الميلاد؟ هو اللون الأول واستخدم من قبل المؤمنين الأوائل تذكروا بالدم الذي سفك على الصليب. المسيح أعطانا حياته وحطانا حياته، وبيقول ماربولوس لقد افتديتم بدم ثمين. فمشان هيك العلامة واضحة، اللون الأحمر بيرمز للفداء، للشهادة، لبذل الذات، وبيذكرنا كمان بشهادة أطفال بيت لحم. ما تنسوا هالشهادة كانت غالية كتير، رحيل تبكي بنيها وتأبى أن تتعزى لأنهم زالوا من الوجود. اللون الأخضر هو اللون الثاني بعيد الميلاد، وما تنسوا الشجرة هي أجمل خلفية للزخرفة الحمراء. اللون الأخضر بذكرني بالطبيعة، بذكرني بعطية الله الكبيرة للإنسان، وهي العطية الحلوة. فاللون الأخضر بيعطيني الحياة، بيعطيني خلفية الحياة. واللون الأبيض بيرمز للنقاء، للطهارة، وخاصة بزمن القيامة بيرمز للغلبة على الموت بقوة الحياة. من هون إخوتي بقلكن بكل بساطة كتير مهم أنه نتذكر هالألوان الثلاثة بعيد الميلاد، الأحمر، الأخضر، والأبيض. وأكيد أنا اللي بتمنى لكم إياه تعيشوا هالحياة بحالة نقاء، بحالة طهارة، وخاصة بهالزمن، زمن الميلاد، زمن الحب، زمن العطاء، زمن بذل الذات، وزمن اللي فيه نرجع منتذكر قديش كلفة الحياة كانت غالية على يسوع، على الأطفال، وعلينا. الله معكم.